الورقة البيضاء تكوي العراقيين، تخفيض الرواتب وإلغاء الوظائف، الفلس الأحمر ينفع باليوم الأسود، نفس الشيء ورقة الأصلاح البيضاء ممكن تنفع بأيام الإفلاس السوداء. هذا اللي تسرب للإعلام وقاله وزير المالية بالتفصيل قبل يومين. العراق مقبل على سنوات عجفاء، وهاي الورقة الإصلاحية تحاول تخفف منها. شنو هي الورقة البيضاء؟ الورقة عبارة عن خطة إصلاح اقتصادي ومالي رتبوها 40 خبير عراقي بالاستعانة برأي البنك الدولي، وراح تتقدم لمجلس الوزراء باكر الثلاثاء. علي علاوي استبعد أي إمكانية لمواصلة سياسة العراق الاقتصادية الراهنة، بل وأشار إلى وجود مشكلة بتوفير الرواتب بالأشهر المقبلة. وإذا ما تنفذت إصلاحات الورقة البيضاء فالعراق رايح لأيام سود، حتى النبي يوسف ما يقدر يخلصه منها. شنو أهم مواد الورقة؟ أولاً تخفيض فاتورة الأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.5 خلال 3 سنوات، يعني تخفيض للنص عدل. إصلاح صندوق التقاعد وفك ارتباطه بالموازنة وصرف الرواتب مباشرة من الصندوق. ثالثاً خفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 30% كل عام ولمدة 3 سنوات. رابعاً تخفيض إجمالي الدعم الحكومي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% خلال 3 سنوات أيضاً. خامساً إعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف والاستبدال الجديدة بالقطاع العام. سادساً وهذا مهم، دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، والأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الاستقرار المالي والنقدي وتحديد القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي. وهناك خطوة حاسمة تتمثل بإعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة وتحويلها إلى شركات خاصة. يعني وصفة البنك الدولي الخصخصة جاية لترشيق جسم الدولة، بل قص معدتها اللي ترهلت من سنة 1958 إلى أن صارت مشوهة. عد هاي الإصلاحات أكو خطوات باتجاه توسيع إيرادات العراق غير النفطية، خصوصاً المنافذ الحدودية وتعديل الميزان التجاري من خلال تطوير قطاع الزراعة والصناعة، بحيث نقدر نقلل من نزيف العملة الصعبة. وللعلم باعتراف وزير المالية نفسه، الاحتياط النقدي العراقي ما يغطي غير 6 أشهر من النفقات الخارجية، ولازم يبقى فوق 45 مليار دولار حتى ما ينهار الدينار. هاي باختصار وضعية العراق بسنينه العجاف الجاية، واللي هي نتاج لسياسات اقتصادية خاطئة بدت من أيام الدولة الاشتراكية وتفاقمت بأيام دولة الفساد بعد 2003. دولتنا هي دولة ريعية طايرة بجناح واحد، هو جناح النفط، دولة موظفين ومتقاعدين، دولة تستهلك ما تنتج وتاكل ما تشبع. لإنقاذ هذه الدولة المترهلة
كان لابد من وضع ورقة إصلاح جذري، ورقة سموها الورقة البيضاء، واللي قد تنفع بالأيام السود الجاية. إي نعم، ربما تنفع وربما ما تنفع، تبقى مجرد ورقة، ورقة بيضاء لا أكثر ولا أقل. أهلاً بكم.